رئيس الامن الاقليمي بمدينه العرائش يعطينا واحد الابتسامات ديالو حول التكرا وهذا المكان رحب مدينه العرائش. نعم نعم سي عبد الفتاح تبارك الله بصحتكم هذا بصحه الجميع بعد نعم بعد الفكره هذه فكره جميله وزادت من الانشطه اللي كتكرس الجو الاخوي وكذلك تخرج الجمعيات انهم ينشطوا بشكل مباشر خاصه في فتره الصيف اللي كتعرف المدينه فيها اقبال كبير ديال السياح والزوار ديال المدينه. الفكره جميله هذه الحمد لله داكشي تلقائي واحد الجو فيه الاطفال وفيه الجميع هنايا فرحان وناشط وانا كنظن لقيت التجمع بداها انا عارف بان غيكون هذا النشاط هنا تجمع قلت انا نجي نشوف هذا الشيء زوين تبارك الله كل واحد كيتفنن في الاكله ديالو خاصه الطواجن ديال الحوت اللي معروفه بهم العرايش. ومرحبا بك حتى حنا كنشكروك بكل صراحه انا فرحانين وهاز العرايش لا كان فرحانين بك ان اول كمسؤول امني اول في الجمعيات ديال العرايش كتقوم بالواجب ديالك بكل صراحه بلا ما تملق بلا ما تملقوش كنقولوا الواقع وتبارك الله عليك والله يعاونك الله يبارك فيك.